والحقيقه بس عشان تعرف سر العظمه، عشان تعرف سر القوه، عشان تعرف سر البطولات، ابحث عن حاجتين او ثلاث حاجات. الحاجه الاولى اداره محترمه قويه راسخه، عارفه هي رايحه فين وجايه منين، وبتعمل الصالح لصالح المكان وليس لصالح الاشخاص. عمرك ما سمعت في يوم من الايام عن اي حاجه فيها شبهه داخل النادي الاهلي، وحتى من يطلقوا بعضا من الاشاعات هم عارفين ان هم بيطلقوها مجرد يعني دخان في الهواء او يعني طلقات في شنك ملهاش لازمه. فتبحث عن ادارات قويه محترفه محترمه تقدر تدير بشكل جيد. نمره واحد كمان مكرر وواحد دائما هي الجماهير. ما بتتكلم على شعبيه الاهلي الكاسحه، الكاسحه بمعنى الكاسحه. وهذه الجماهير اللي على الحلوه والمره معاه يمكن زمان ما كانش عندنا الهتافات دي، لكن جم ولاد ترجموها بجد على الحلوه والمره معاه. يعني الاهلي يخسر كاس السوبر الافريقي في السعوديه، بعدها باربع خمس ايام عنده كاس السوبر المصري في الامارات، فكانت مره، فعايزين يخلوها حلوه، فغيروا طعمها من المرار الى الحلاوه ثم الى قمه الحلاوه ببطوله القارات الثلاث لما فازوا على نادي العين الاماراتي الشقيق. هذا هو المشهد، ده المنظر اللي لازم تحطه في دماغك دايما، اللي تخلي ده يعني ايه اللي هو رؤيات تسر اعين الناظرين. لا لا، خليه للصوره المجمعه وبعدين ابقى ارجع براحتك، لانه الصوره المجمعه دي هي دي الصوره اللي بتتصدر للعالم كله. ايوه ايوه ايوه، خليه لي دي، وخليه لي الهتافات دي، وخليه لي الاشكال الجميله دي، وخليني الانتماء الرائع ده، لانه خلي بالك انتمائك لناديك بيوصلك لانتمائك لبلدك. انا بتكلم كلام انا عارفه كويس جدا. فالولاد دول بيحبوا النادي، بيعشقوا النادي. الاحمر بيكسو الملعب تماما. اعتقد دي من مباراه العين يا جماعه ولا ايه؟ قولوا لي عشان ابقى عارف. صوره انت شايف لون غير الاحمر؟ شايف لون غير الاحمر في مباراه العين؟ دي مباراة العين ومباراة القلب ومباراة الروح ومباراة العقل ومباراة الفكر ومباراة الانتماء ومباراة التحدي ومباراة الإصرار. هو كل ده. أنا والله العظيم ثلاثة ناس من نادي العين قالوا لي لعبتنا أول ما شافوا منظر الجمهور في الملعب جات لهم خضة، جات لهم خضة من شكل الجمهور. والجمهور أنا قلت وبقول وهقول إنه هذا اليوم هو كان أفضل يوم تشجيع في تاريخ كرة القدم المصرية حتى الآن. مش أفضل يوم حضور، افضل يوم حضور خلصان لانه الملعب على اخره، لكن افضل يوم تشجيع. جماهير لم تتوقف ساعات طويله عن التشجيع. ليه؟ انتماء، عارفه ان ناديها محتاجها، عارفه ان ناديها بيناديها. فالاهلي لما ناداله كان موجود وقال له انا جاي لك على عيني وعلى راسي. شوف الهتاف كله موحد وكانه شخص واحد. السبعين الف في الاستاد هتاف بصوت واحد ابهروا الجميع. اسمع اتكلمنا على اداره، اتكلمنا على جمهور، اتكلم على لعيبه. لعيبه عايزه، ما هي لعيبه لما بتشوف الجمهور المحترم ده والمساند ده واللي على الحلوه والمره، وصدفه المره دي انه كان على المره اللي بقت حلوه وحلوت اكتر. فادي اداره وادي جمهور، ثم اللعيبه بقى. اللعيبه نفسها انه ما عندهاش مانع انها تعترف بالخطا وانها تصلح الخطا، وانه ما تخليش جمهور النادي الاهلي يعيش اكتر من ايام معدوده مش مبسوط. وبالتالي هي اللي تاخد الفريق او هي اللي توصل للجمهور ان انا لا انا اسف، او احنا اسفين يا جمهور الاسبوع ده هنفرحك. فكانت النتيجه فوز واداء، كانت المباراه تخلص بثلاثة أربعة مش مرتاح يعني مع كل الاحترام. وبتشوف المنظر، منظر اللعيبه واصرارها في الملعب، منظر الجمهور واصراره في الملعب، منظر الاداره وترتيبها واحترامها لنفسها ولاسم النادي الاهلي العظيم. ارجوكوا خلوا الصوره دي دايما في اذهانكوا. ارجوكوا خلوا المنظر ده دائما وابدا يا لعيبه النادي الاهلي في عينيكوا. شجعوا سفيان الرحيمي، شجعوا خالد عيسى، جماهير صحيح جماهير العين، لكن ايضا جماهير النادي الاهلي احترمتهم بما يكفي. طبعا نجومنا بقى بدءا من الشناوي وباقي اللاعبين
كله خد حقه من الهتاف ومن المؤازره ومن المسانده. هنا تدور الانتصارات بتيجي ازاي. اوعى تفضل طول الوقت تصدر للناس مظلوميه وازمات وخناقات وشماعات. طول ما شماعتك جاهزه طول ما انت هتبقى انتصاراتك محدوده. بص النازله عامله ازاي، بص الشكل عامل ازاي، بص الوش عامل ازاي، بص الاصرار عامل ازاي على الجميع. الدعوات لله سبحانه وتعالى، والكل نازل ومصمم على ان شاء الله الفوز. شوف انا بكلمكم بعد اكتر من 10 ايام من هذا اللقاء، لكن هو ده عشان تبقى عارف النادي الاهلي عامل ازاي. ده مجرد بس مقدمة، وهي مش مرتبة على فكرة، لكنه الاحداث خدتني بسرعة.